السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في الحصة 17 من دروس الوحدة الثالثة في مادة النشاط العلمي للسنة الأولى من التعليم الابتدائي. الوحدة الثالثة التغذية النمو الصحة. الحصة 7 عنوانها كيف أتعرف أنني مريض؟ أهدف أميز بين الحالة المرضية والحالة السليمة. وضعية الانطلاق إنني مريضة. نلاحظ في الصورة الأولى بنتا تتألم من وجع في بطنها، وفي الصورة الثانية أما تقرأ درجة حرارة بنتها في المحرار الطبي. أتساءل ما هي العلامات التي تبين أنني مريض؟ اقترح ما يلي: التعب والآلام وارتفاع حرارة الجسم. ما سأقوم به؟ أبحث في وثائق تبين أهم علامات المرض عند الأطفال. من علامات المرض الحمى، التقيؤ، الغثيان، السعال، الإسهال، التعرق، فقدان الشهية الأكل، تغير لون الجلد. أستنتج: عندما أكون مريضا أشعر ببعض هذه العلامات. أستخلص: أتمم الملخص بالكلمات التالية: علاماتي سليم المرض. إذا لم أشعر بأية علامة من علاماتي فإن جسمي يجب أن أزور الطبيب إذا ظهرت على جسمي بعض المرض. إذا لم أشعر بأية علامة من علاماتي المرض فإن جسمي سليم، يجب أن أزور الطبيب إذا ظهرت على جسمي بعض علامات المرض. أنمي رصيدي. المرض لا مالادي، الحمى لا فيفغ، الألم لا دولور، السعال لا تو. أعبئ تعلماتي: أضع علامة تحت بطاقتي التي تدل على علامة المرض. الإسهال: نعم. اللعب: لا. التقيؤ: نعم. الحمى: نعم. شهية عادية للأكل: لا. الألم: نعم. الحصة 8 عنوانها كيف أستعيد نشاط جسمي؟ أهدف أتعرف أهمية النوم ونظافة الجسم والرياضة. وضعية الانطلاق: بعض أصدقائي يشعرون بالعياء خلال الدرس. نلاحظ في الصورة الأولى بنتا تنام في القسم، في الصورة الثانية ولدا مجتهدا يريد الإجابة. أتساءل ما هي أهمية النوم؟ اقترح ما يلي: النوم ضروري لاستعادة نشاط الجسم. ما سأقوم به؟ ألاحظ الوثيقة وأضع دائرة حول العدد الذي يلائم سني. السن عدد ساعات النوم. رضيع 16 ساعة. ما بين 3 و5 سنوات 12 ساعة. ما بين 6 و12 سنة 11
ساعة. إذا هذا هو العدد الذي يلائم سني. مراهق 9 ساعات، راشد 8 ساعات. ملاحظة: عدد ساعات النوم التي يحتاجها جسمي يوميا هي 11 ساعة. أستنتج: كلما زاد عمر الإنسان ساعات النوم لديه، كلما زاد عمر الإنسان قلت ساعات النوم لديه. أستخلص: النوم ضروري في حياتي، علي أن أحترم وقت نومي ومدته، إن النوم الكافي ضروري ليستعيد جسمي نشاطه. أنمي رصيدي: النوم لصومي. أعبئ تعلماتي: أشطب على السلوكات التي تمنعني من النوم. هدوء لا يمنعني من النوم. إضاءة قوية بغرفة النوم تمنعني من النوم. ضجيج يمنعني من النوم. تعب خلال النهار لا يمنعني من النوم. تلفاز مشغل يمنعني من النوم. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.